Dans cette célébration, il y a la grâce et il y a la compassion. La grâce dans la vie de l'Église est reconnue comme un don gratuit qu'on a reçu et qu'on reçoit. On a commencé à recevoir des grâces par notre baptême. L'onction d'huile qu'on a reçue a déjà accompagné chaque baptisé et continue de nous accompagner. Cette grâce peut être bloquée par le péché. Si nous sommes dans le péché, nous ne pouvons pas vraiment profiter pleinement des grâces reçues de Dieu. Et si nous persistons dans nos péchés, nous devenons des âmes qui connaissent la mort. Mais le Seigneur peut nous régénérer à nouveau. Et il nous régénère par le sacrement du pardon. Et c'est pour ça que l'Église nous aide, nous accompagne, nous encourage à profiter de ce beau sacrement. En ce jour, en plus de la grâce que nous recevons, continuons à être compatissants envers les autres si nous ne sommes pas dans le péché, si nous sommes dans la grâce. Ne regardons pas les autres dans un regard dur. Ne jugeons pas les autres. Ne soyons pas non plus indisponibles par rapport aux autres ou indifférents. Si nous sommes capables, si nous sommes dans la grâce, nous pouvons peut-être, par un petit regard, une petite prière, peut-être un peu plus comme l'a fait le Samaritain, passer du temps avec notre frère, notre sœur qui souffre. Oui, frères et sœurs, portons-nous les uns les autres dans la prière. Au Seigneur la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. كيف تقرأ؟ هيدا السؤال يلي جاوبه يسوع للعالم بالتوراة. هو اللي عم بيسأله شو لازم أعمل تأورة الحياة الأبدية. كيف تقرأ؟ التوراة بين إيديك. إذا عم تقرأها تقرأها هالتوراة مثل ما بيقرأها العالم حتى اللي يفهم التاريخ أو الآثار، فيك تقرأها هيك بس بتحصل معلومات علمية، مش هاي المعلومات العلمية اللي رح توصلك للحياة الأبدية. المعلومات العلمية ممكن تساعدك بالتفتيش. كل إنسان بيقدر يقرأ بالإنجيل بالكتاب المقدس. في إنسان بيقرأ عن حشرية، في إنسان بيقرأ لأنه بيأمن أنه هيدا الكلام بين إيديه هو كلام الله. وفرق كبير لما أقرأ ومآمن أنه هالكلام هو كلام الله ولما نقرأ بس عن حشرية. كمسيحيين من آمن أنه الله بيتكلم وتكلم بالأنبياء وبالرسل وبملء الأزمنة بإلنا الإنجيل تكلم بابنه يسوع. ابن يسوع يلي بيقلنا مربولوس أخلى ذاته، ترك مجده وإجا على الأرض عم يهتم بالبشرية، هالبشرية يلي هي مريضة، ومرض البشرية إجا من الخطية. هيك بتعلمنا الكنيسة. الإنسان خسر الحياة الأبدية بسبب الخطية. والإنجيل اللي عم بيقلنا اليوم، إذا بدك الحياة الأبدية بدك تتخلى عن الخطية وبدك تتمسك بكلمة الرب. إذا عم تقرأ كلمة الرب مثل اللي عنده الحشرية، فيك تكون تشبه كل هؤلاء المشغولين كتير يلي بيمرقوا حد خيون الإنسان وما كتير بينتبهوا له، لأنه كتير مشغولين، في عنده كتير أشياء يعملوها. ولكن إذا كنت عم تقرأ بإيمان، أنت مدعو أنك تشوف بخيك الإنسان مثل ما عم بتقلنا الرتبة اليوم، خيك الإنسان المريض
التعبان، شخص بحاجة لإلك، فيك تصلي له وفيك تعمل مثل هالسامر الصالح أكثر من تصلي له، تضم جراحه، توقف حده. إخوتي الأحبة، كلنا بهالبشرية عنا خطايانا وكلنا عنا جراحاتنا، ما حدا منا خلق كامل. الكنيسة عم تعطينا هالرتبة الحلوة يلي بلشوا يعملوها من أول ما بلشت الكنيسة، مثل ما بيذكرنا مار يعقوب، كانوا يتجمعوا ويصلوا ويدهنوا بالزيت الأشخاص المرضى تحت لي ياخذوا نعمة الشفاء. كلمة مهمة كتير، النعمة. النعمة هي عطية من الله، ومثل كل شغلة بيعطينا إياها الله هي ببلاش مجانية. لما يعطينا ربنا نعمة الشفاء، مش لأنه بفضل مجهود عملناه، بس لأنه هو أراد بعطفه وبمحبته يعطينا هالنعمة. ونحن جايين اليوم خاصة كرمال ناخد نعمة شفاء. مش ضروري تكون نعمة شفاء جسدية، احنا بنعرف انه في امراض النفس وفي امراض الجسد، بقى ربنا بيقدر يعطينا نعم كتير. النعمة دايما عملها بالانسان بيبين، ما بيضل مخفي، بس تين عمل بالانسان لازم الانسان كمان يستقبل نعمة ربنا. نحن اليوم جايين نشكر ربنا لأنه رح يعطينا نعم كتير. نحن اللي عم نفوت شوي شوي بسر ألام يسوع وفدائه وهالخلاص اللي بده يعطينا إياه، جايين تنشكره على الخلاص اللي عطانا إياه أساسا، ونطلب منه أنه يخلصنا من قصص صغيرة بعدها بتصعب علينا الحياة، بعدها تمنعنا أنه نستفيد من النعمة الكبيرة يلي هي نعمة الحياة بملأ. الخطية بتسكر طريق النعمة، تمنعنا نقبل النعمة تبع ربنا. من هيك مطلوب منا أنه نتحضر دايما، وتنقدر نستقبل النعمة نعترف بخطايانا وننال الغفران. مشان هيك منشجع بعضنا مش بس بهالجمعة يلي عم نتألم فيها مع يسوع، بس أول ما تجي عنا الفرصة أنه نستفيد من سر التوبة يلي هو السر يلي بيرجع يفتح لنا باب النعم بحياتنا، يرجع يصير في تحول بحياتنا. الزيت هو مثل كتير أشياء رمزية نقدر نرمز لنعمة ربنا بحياتنا بواسطته. هالزيت يلي بده يتبارك اليوم، ربنا بده يحسسنا بحضوره معنا بواسطة الزيت. لما ما نحط الزيت على جبيننا، كأنه عم نطلب من ربنا يفوت على راسنا، يفوت على حياتنا بواسطة هالزيت، يفوت ينظف لنا حياتنا كلها سوا، يعطينا الشفاء يلي نحن طالبينه. إخوتي الأحبة، مثل ما منبارك المي ومنبارك الزيت، وفي كتير بركات بالكنيسة يلي أشخاص يلي مشكورين جابوا الزيت معهم، ما ينسوا أنه هذا الزيت صار بركة بين إيديهم، وهالبركة جاي تذكرنا أنه ربنا حاضر بحياتنا اليومية. الزيت والمي إن نستعملهم كل يوم، والزيت والمي اللي نستعملهم كل يوم بيقدروا يذكرونا لما يتباركوا أنه الله حاضر بكل شغلة بنعملها بحياتنا. بيختم يسوع هاللقاء مع العالم بالتوراة، بيقول له مثل ما عمل السامري يعمل أنت إذا بدك تفوت على الحياة الأبدية. أنت حر، إذا بدك تستقبل النعمة بحياتك تعرف شو لازم تعمل. كلنا منعرف شو لازم نعمل. خلينا دايما نكون من هالأشخاص يلي عم بيطلبوا الشفاء من ربنا،
يطلبوا من ربنا يخلصنا من كل خطية بتمنع عنا النعمة، ويكون من الأشخاص كمان يلي لما نشوف خينا الإنسان بالخطية ما نحكم عليه، لأنه الخطية هي بتودي الموت، بتوصل الموت. إذا الشخص بالخطية معناتها شخص مريض وعم بينازع وممكن يموت. فينا نعمل مثل كل هالأشخاص اللي ما طلعوا فيه للزلمة، وفينا نكون مثل السامر الصالح، بدل ما نحكم على الزلمة نجرب قد ما فينا نساعده. نحن كلنا بنعترف انه نحن خطأ، ودائما بنقول له للرب ارحمنا، وكل ما نجي على القداس بنصلي هالصلوات لنقدر نتناول، بقى ما نكون فريسيين ونحكم على غيرنا ونتطلع بس باخطاء غيرنا. اذا قادرين وربنا اعطانا النعمه يكون عندنا هالقدره نرافق بعضنا، نعكز على بعضنا، تحت تالي تضل النعمه موجوده بحياتنا ونساعد بعضنا بالصلاه.